هذا شو عم يعمل هون؟ عم يحاول يصير بطل كمال أجسام. إيه وشو يعني؟ إذا فرد عضلاته الرصاصة ما عاد تقتله؟ هلا بس نشوفه منقرر. محمود خليك هون. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. حضرتك ميخائيل؟ حسب مين عم يسأل؟ جايب أسلحة مشان تبيعها، واللي طالبها أعطاك عمره. أنا الشخص اللي رح تتفق معه إذا ما بدك ترجع بضاعتك. لكن أنت اللي قتلت سعدي. مو جايين نحكي بالماضي، جايين نحكي بالتجارة. نحن ما منتاجر مع الميتين. اقتلوهم يلا. لك. طلع حتى كف ما بيلقى، شو هاد؟ السلاح وين حاطه؟ مفكرين رح يتركوكم بعد عملتكم؟ اجينا لهون بكل أدب لنحكي بالتجارة، بس طلعوا حيوانات يا علي رضا. القانون الأول للحياة ما رح تنزل تحت وزن أنت ما بتقدر تحمله. الوحيد بكل العالم يلي حمل 3 أضعاف وزنه كان نعيم الله يرحمه، بتعرفه؟ خلينا نعطيه فرصة لك، بركي بصير تاني واحد بالعالم. احكي بسرعة، وين الأسلحة؟ هيك رح يكسر رقم نعيم بخوفه عليه. رح أحكي لكم. فاو.